سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1894 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 12313 حاله. منها 48 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وحالتان في وحدة العناية القصوى، هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 647 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 280,756 حالة.